عام دراسي جديد يحل على الغوطة الشرقية في ظل إغلاق معظم مدارسها إثر قرار من إدارة التربية والتعليم بتأجيل الدراسة حتى إشعار آخر، وذلك بسبب ارتفاع وتيرة قصف النظام وتخوف القائمين على التعليم والأهالي من مجزرة ترتكبها قوات النظام بحق الأطفال من خلال استهدافها للمدارس. معظم المدارس في الغوطة الشرقية مغلقة بسبب القصف على الغوطة الشرقية. اضطرينا نتخذ أقبية مشان تدريس الأطفال، من أجل تدريس الأطفال. والكادر عندنا كادر قليل نسبيا بسبب قلة المدرسين وقلة الخبرات، ومع هيك العدد الطلاب قليل جدا بسبب خوفهم من القصف. سامر واحد من طلاب الغوطة الشرقية أخبرنا كيف استهدفت طائرات النظام في العام السابق مدرسته، واستشهد العديد من زملائه على مقاعد الدراسة، ما تسبب في إغلاق المدرسة واضطراره الذهاب مع بعض رفاقه إلى منزل عمته لتقوم بتدريسهم في محاولة منها محاربة الجهل الذي يعصف بجيل كامل من أطفال الغوطة. سكروا لنا يوم المدرسة، دوامنا يوم واحد وعطلنا لأنه طيران عم يقصف المدارس. عاد السنة اللي مضت قصفونا بالطيارة واستشهدوا رفيقي. عاد عم نروح أنا وكم واحد عم نروح لعند عمتي، عاد عم تدرسنا شوية من المواد اللي كنا ناخدها، العربي والرياضيات وإنجليزي. تبدو المدارس المدمرة بقصف قوات النظام أشبه بأماكن مهجورة منذ سنين، فلا شيء يشعرك بوجود تلك المدارس إلا بعض الأوراق الملقاة على الأرض وبقايا المقاعد التي كانت تحتضن الطلاب يوما. مدارس مدمرة إثر قصف النظام وقرار من إدارة التربية بتأجيل العام الدراسي حتى إشعار آخر، وجيل كامل أصبح مهدد بالأمية في الغوطة الشرقية. هذا كل ما يمكن تلخيصه عن المجال التعليمي هنا. يمن السيد أورينت نيوز، ريف دمشق.